مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية في الشحر وغيبة وادير والديس الشرقية. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تطلع على الأوضاع الخدماتية في مديريتي تمود والقف وتفتتح عددا من المشاريع. مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في مديرية حورة ووادي العين. أهلا بكم. وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فرج سالمين البحسني حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية، ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، حيث تم افتتاح إعادة تأهيل مدرسة 26 من سبتمبر وروضة 26 من سبتمبر وثانوية الخور، ووضع حجر الأساس لبناء مدرسة بعقل باغريب ولبناء 9 فصول خلف مدرسة الجلاء ولبناء 6 فصول لروضة 14 من أكتوبر في مديرية الشحر. كما تم افتتاح إعادة تأهيل مبنى ثانويتي شحير للبنين وللبنات ومعملي الحاسوب والمختبر العلمي بالثانويتين. كما جرى في مديرية الديس الشرقية افتتاح مشروع تحسين البيئة المدرسية بروضة 30 نوفمبر ومعمل للحاسوب والمختبر العلمي وقاعة للأنشطة بثانوية الصديق للبنين، وافتتاح مشروع إعادة تأهيل مدرسة ثوبان للبنين وللبنات، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية بمدارس المديرية. احتفلت مدرسة مكارم الأخلاق التاريخية بمدينة الشحر صباح اليوم بمرور 100 عام على تأسيسها بحضور محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسنية. وفي الحفل أشاد محافظ حضرموت بعطاء مدرسة مكارم الأخلاق ودورها الريادي في خدمة العلم والمعرفة، وقال إن هذه المناسبة تعد حدثا مهما في مدينة الشحر العريقة، مشيرا إلى أن مدرسة مكارم الأخلاق ليست مدرسة عادية وإنما هي معلم تاريخي بارز في الشحر وحضرموت وستبقى مصدر إشعاع للعلم والمعرفة. ودعا المحافظ طلاب وطالبات المدرسة إلى بذل مزيد من الجهود في التحصيل العلمي للظفر بالمراتب المتقدمة في قائمة أوائل المحافظة والجمهورية. من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أن المدرسة التي تم تأسيسها في عام 1919 للميلاد قد أعيد ترميمها وتأهيلها وتأثيثها وتحديثها وتطويرها بقاعات للمختبر والحاسوب والأنشطة لتواصل رسالتها التربوية والتعليمية. واختتم الحفل بتكريم عدد من الذين أسهموا في إنجاح فعاليات مئوية مكارم الأخلاق التاريخية. افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم في مديرية ثمود المجمع الحكومي بالمديرية وروضة الطيبة، وتفقدت السلطة المحلية مستشفى ثمود مطلعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحجم التجهيزات في أقسام المستشفى، موجهة باعتماد مختبر بكافة أجهزته ومعداته الخاصة، وكذا اعتماد صيانة وترميم سكن للأطباء وقسم الولادة. كما تفقدت أيضا مركز الأمن بالمديرية ووجهت بإجراء صيانة عاجلة للمركز. إلى ذلك دشنت السلطة المحلية تشغيل كهرباء المديرية بتمويل من التحالف العربي وتدشين عملية توزيع أجهزة حاسوب وملحقاتها وأجهزة عرض للمدارس والثانويات بالمديرية، ورعاية توقيع اتفاقية دراسة إنشاء كهرباء إضافية بالطاقة الشمسية. وكما ترأست اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية ثمود والذي كرس اجتماعه لمناقشة وضع المديرية وأبرز احتياجاتها الأساسية. أقر المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت تشكيل لجنة تضم عددا من المختصين لإعادة دراسة كاملة لمشروع توفير خدمة الاتصالات في مديرية القف الصحراوية نظرا لحرمانها من تلك الخدمة لسنوات ماضية،
كما كلف المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس بمديرية القف مدير عام المديرية بالتواصل مع الجهة المنفذة لمشروع سفلة الطريق الرابط بين مفرق القيعان إلى منطقة حوارم لاستكماله خلال الأيام القادمة. وكان المكتب التنفيذي قد كرس جدول أعمال دورته لمناقشة أوضاع مديرية القف الصحراوية ومقترحات تحسين الخدمات الضرورية المرتبطة بحياة الناس اليومية. وأوضحت السلطة المحلية بأن انعقاد الاجتماع في هذه المديرية بهدف لفت الانتباه لأوضاع المديريات الصحراوية ونقل هموم أبناء تلك المناطق والإحساس بمعاناتهم المختلفة. من جانب آخر، تفقدت السلطة المحلية بالوادي والصحراء عددا من مدارس التعليم الأساسي بمديرية القف الصحراوية، واستمعت السلطة المحلية من مدير إدارة التربية بالمديرية ومدراء المدارس إلى شرح وافي عن سير العملية التربوية والتعليمية بالمديرية وأبرز التحديات التي تواجههم. كما تفقدت أيضا المركز الصحي بالمديرية مستمعة من مدير إدارة الصحة إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى، وأبرز الاحتياجات العاجلة والصعوبات التي تتطلب تدخلات قيادة السلطة المحلية. إلى ذلك، التقت السلطة المحلية بعدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء وأعيان مديرية القف، وناقشت معهم أوضاع المديرية والسبل الكفيلة لتوفير الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الغذائية لطلاب مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلة. ووزع ممثلو مركز الملك سلمان بمعية وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين الأستاذ سعيد باثقيلة 250 سلة غذائية مخصصة للطلاب ومعلمي مركز النور الذي يضم فئات الصم والبكم والمكفوفين والإعاقة الذهنية. وأعرب الوكيل العمودي عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهودهما المبذولة للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن. وقدم قسم الفنون التشكيلية بمركز النور لوحتين فنيتين من عمل الطلاب إهداء لمركز الملك سلمان وأخرى للوكيل العمودي نظير جهودهم في تحسين الوضع المعيشي لطلاب المركز. تفقد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد هاني التميمي بنزول ميداني للقطاع الشرقي التابع لخفر السواحل مطلعا على سير ونشاط المواقع الفرعية التابعة له. وحيث تفقد العقيد التميمي نقطة عسد الفاية وموقع خفر السواحل بمنطقة المصينعة في مديرية قصيعر، واطلع على ما تم إنجازه في إعادة تأهيل للموقع. وأحث قائد خفر السواحل القوة المرابطة على الانضباط والثبات والصمود ورفع اليقظة والحس الأمني في مواقعهم البطولية لتأمين سواحل حضرموت من عمليات التهريب. واستمر زيارة العقيد التميمي لمعسكر قيادة خفر السواحل بقصيعر والتي تجري فيه الأعمال الإنشائية والتطويرية، منها إكمال سور المعسكر وإعادة صيانة المطبخ، ووجه باستكمال إعادة بناء بوابة المعسكر وتجهيز وترميم مسجد المعسكر. وعلى صعيد متصل، التقى قائد خفر السواحل خلال زيارته لمديرية قصيعر بجمعيات الصيادين. ترأس مساعد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت لشؤون الأمن العقيد عبد الله الدقيل اجتماعا للجنة الأمنية المكلفة من مدير الأمن لمتابعة أداء عمل إدارات وأقسام الشرطة في كافة المديريات. وركز الاجتماع على سبل تعزيز العمل الأمني في المديريات وتطويره والوقوف على أبرز المشاكل والصعوبات التي تمر بها بعض أقسام الشرطة في بعض المديريات والرفع بها لقيادة الأمن لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها. كما تطرق الاجتماع للدورات التأهيلية للأفراد في كافة المجالات التخصصية والتي تأتي ضمن أولويات قيادة الأمن، وكذا استكمال النواقص البسيطة في البنية التحتية لأقسام الشرطة في بعض المديريات. أطلق مسلحون مجهولون صباح اليوم بمديرية حورة ووادي العين النار على مواطن في مقهى شعبي في منطقة حورة.
وكشفت مصادر محلية أن المسلحين أقدموا على إطلاق النار على المواطن زكي باسلاما حينما كان جالسا في مقهى شعبي بمنطقة حورة. وأضافت المصادر أنه تم نقله وهو في حالة حرجة إلى مستشفى القطن لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى. وبات اغتيال اليوم استمرارا لمسلسل الاغتيالات بوادي حضرموت التي تنتشر فيه قوات المنطقة العسكرية الأولى. وكان قد طالب أبناء حضرموت بضرورة نشر قوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت للحد من حالات الانفلات الأمنية. أصدر أمناء التوثيق بمديرية سيئون بياناً أدانوا فيه عملية الاختطاف التي تعرض لها زميلهم الأمين عبد الباري هود السقاف يوم الجمعة الماضية. ووصف البيان الذي حمل توقيع 11 أمين توثيق بمدينة سيئون عملية الاختطاف بأنها غير إنسانية، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية للاطلاع بمسؤولياتها والكشف عن مصيره. كما أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية بياناً أعلنوا تضامنهم مع الأمين السقاف، داعين إلى تسليم الملف الأمني بوادي وصحراء حضرموت إلى النخبة الحضرمية. قام مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بجولة ميدانية بحي الإنشاءات بالجانب البحري بمنطقة فوة ضمن حملة مكافحة البناء العشوائي بالشوارع. واطلع بن هامل خلال جولته على عدد من الشوارع التي أغلقت بفعل البناء العشوائي. وخلال الجولة وجه بن هامل مدير مكتب الأشغال العامة باتخاذ الإجراءات حيال ذلك، ورفع تقرير شامل على وجه السرعة بجميع المخالفات بتلك المواقع والعمل على فتح الشوارع التي تم الاستيلاء عليها. وكما تفقد أيضا مدير عام المكلا حي الأول من مايو ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية، وكذا الإطمئنان على صحة أحد الشخصيات الاجتماعية بالحي. التقى رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط بساحل حضرموت سالم باحسن بالأمين العام المساعد للاتحاد العام للنقابات بالمحافظة علي الحبشي لمناقشة أوضاع وحقوق الموظفين. وناقش اللقاء الأوضاع الخاصة والمتعلقة بحقوق وواجبات العمال والموظفين وتلصيق أوضاع اللجنة النقابية بالشركة في حالة اتخاذ أي قرار مستحق للعمال. وأشاد الأمين العام المساعد للاتحاد بالمحافظة بالدور الفعال الذي تلعبه النقابة من خلال متابعتها لحقوق وواجبات الموظف. بدوره أعرب رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط بالساحل عن شكره وتقديره للاتحاد على جهوده المبذولة في خدمة الموظفين والعمال. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية في الشحر وغيل بوادير والديس الشرقية. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تطلع على الأوضاع الخدماتية في مديريتي ثمود والقف وتفتتح عددا من المشاريع. مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في مديرية حورة ووادي العين. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.